الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أي اقرأوا معي: ربي يسر، ربي يسر، ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر، ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر، ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير هذه المدينة وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك يا الله من شر هذا المدينة وشر أهلها وشر ما فيها. آيبون، تائبون، عابدون، سائحون، حامدون، راكعون، ساجدون. صدق الله وعده، صدق الله وعده، نصر عبده، حزم الأحزاب وحده، لا شيء هو، لا شيء قبله ولا بعده، لا
لا شيء قبله ولا بعده. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله، والحمد لله بكرة وأصيلا. آيبون الطائبون، عابدون، سائحون، ساجدون، راكعون. صدق الله وعده، نصر عبده، عز جنده، حزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا بعده. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله، والحمد لله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، 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 وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت أبدا أبدا، أبدا أبدا، أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده نصر عبده، أعز جنده، حزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله، والحمد لله بكرة وأصيلا. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، واعفو وتكرم، واعفو وتكرم، واعفو وتكرم، رب اغفر وارحم، واعفو وتكرم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله، إنك أنت الرحمن، إنك أنت الرحيم، إنك أنت الله العز والأكرم. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين، يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلي،
يا متجلي ارحم ذلي يا متجلي ارحم ذلي يا متجلي ارحم ذلي يا متجلي ارحم ذلي يا متعالي ارحم حالي يا متعالي ارحم حالنا يا متعالي ارحم حالنا يا متعالي ارحم حالنا يا متعالي ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا متعالي ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا متعالي ارحم حال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا متعالي ارحم حالي يا الله 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 لا نعبد إلا إياك لا نسجد إلا إياك لا نستعين إلا إياك لا نسجد إلا إياك لا ندعو إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره المشركون يا متجلي ارحم ذلي يا متعالي ارحم حالي يا الله يا الله يا الله ارفع عن أمة سيدنا محمد ما نزل به بلاوة ارحم ارفع عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الوباء ما نزل عليه البلاء ارفع عن سيدنا محمد بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء ادفع عنا البلاء وخصوصا عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ارفع عن سيدنا ارفع عن هذه الأمة البلاء الوباء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا شافي يا كافي يا الله، يا شافي يا كافي يا الله، يا شافي يا كافي يا الله، يا مذهب الباس، يا رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يا شافي يا كافي يا الله، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق الشافية وبحق الكافية وبحق سبع مثاني وبحق القرآن الكريم. يا شافي يا كافي يا الله، اشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا الله، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ديان، يا ذا الجلال والإكرام، اشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق، ويشف صدور قوم مؤمنين 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 بحق، ويشف صدور قوم مؤمنين
بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين بحق ويشفي صدور قوم مؤمنين وبحق وإذا مرضت فهو يشفين 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 يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم وبحق قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا رحيم وبحق فيه شفاء للناس 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 يا الله يا رحمن يا رحيم ادفع عنا وعن بلدنا وعن بلد المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن العالم كله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادفع عنا هذا البلاء بسر الأسرار آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو الكريم الرحيم وهو الشافي والكافي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلة دائمة يا حي يا قيوم وارحم موتانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا بسر الأسرار إلى سورة الإخلاص وارحم موتانا يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم أحينا مسلما وأمتنا مسلما واحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. اللهم إنا نسألك رفاقتهم في الجنة، توفنا وأنت راض عنا، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم. قولوا آمين. اللهم اجعل موتي شهادة في سبيلك، واجعل قبري في بلد، واجعل قبورنا في بلدة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل موتي شهادة في سبيلك، واجعل قبورنا في بلدة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل موتي شهادة في سبيلك، واجعل قبورنا في بلدة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأوا سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعددنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لترجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب، وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون وآيت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أعنام فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهم بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الملك القدوس سبحان الملك العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الملك القدوس سبحان الملك العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الملك القدوس سبحان الملك العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، 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 وأولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين في الدين والدنيا والآخرة،
يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا كريم يا رحم الراحمين، يا كريم يا رحم الراحمين، يا كريم يا رحم الراحمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. نسألك اللهم من خير ما سألك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي أهلنا وأموالنا وأحبابنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب نبيك المصطفى وحب أوليائك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعلما نافعا. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا الهداة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا الهداة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا الهداة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك رضاك والجنة ونسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار. نعوذ بك اللهم من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والهرم والبخل وغلبة الدين وفتنة الدنيا وقهر الرجال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والسرطان والشلل وكورونا وسيء الأسقام. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والسرطان والشلل وكورونا وسيء الأسقام. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والسرطان والشلل وكورونا وسيء الأسقام. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحريق والغريق واللذيذ.
اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منه، واخسر يا الله من خذل الدين ولا تجعلنا منه. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن، يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن. اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ومن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه الجامعة عامرة معمورة إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه الجامعة جامعة أشرفية عامرة معمورة إلى يوم الدين. اللهم ارحم مؤسسيها، اللهم ارحم مؤسسيها ومدرائها الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أعلي مقامهم في جنات الفردوس، اللهم أعلي مقامهم في جنات الفردوس، اللهم أعلي مقامهم في جنات الفردوس لهم ولمشايخنا كلها ولمشايخ هذه الجامعة المباركة الذين انتقلوا إلى رحمتك. يا الله اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم بارك في مديرها ونائب مديرها وأحفادهم وأولادهم وأحفادهم وزويهم وأقاربهم، واللهم بارك في جميع مشايخ هذه الجامعة المباركة مع أولادهم وأحفادهم وزويهم وأقاربهم. اللهم بارك لهم واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم، واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم، واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم. احفظنا وإياهم من الوباء ومن البلاء وعن المسلمين يا الله، ادفع عنا هذا الوباء والبلاء واحفظنا منها يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي يا كافي يا الله، يا شافي يا كافي يا الله، يا شافي يا كافي يا الله. اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملة عاجلة دائمة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في أهلنا وفي أموالنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم آمنا في وطننا باكستان، اللهم آمنا في وطننا باكستان، اللهم آمنا في وطننا باكستان. اللهم واحفظ جميع الدوائر الحكومية الذين يكونون في خدمة أهل باكستان بصفاء القلوب وبصفاء القلوب. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، آمنا في وطننا باكستان، وأصلح رؤسانا وذات أمورنا، واجعل اللهم رياستنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، ولي علينا أخيارنا يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظها من الهند ومن جميع أعداء باكستان. اللهم احفظها، احفظ هذا البلد واجعله عامرة معمورة يا حي يا قيوم، واحرسه بعينك التي لا تنام يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن. اللهم احفظ بلادنا واحفظ هذه جميع مدارسنا ومساجدنا. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، مدارسنا مساجدنا، علماءنا مشايخنا، مراكزنا طلابنا طالباتنا، مدرسينا مدرساتنا، أحبابنا والمسلمين، اللهم من أراد بهم خيرا فوفق يا الله يا كريم لكل خير، وزد في خيره، واجعلنا يا الله من أهل الخير. اللهم من أراد بنا وبهم سوءا وفسادا أو كيدا أو شرا أو سحرا أو مكرا، واجعل اللهم كيدهم في نحره، وأشغلهم بنفسه، وأشغلهم بنفسه، وأشغلهم بنفسه. عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم وإيذاهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير.
فسيكفيكم الله السميع العليم. اقرأوا حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك، وانصرنا عليهم يا عزيز 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 يا غالب الأمر. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم احفظنا واحفظ خصوصنا أهل هذه الجامعة كله، واحفظ واحفظ أولادنا وإخواننا وأقاربنا وزوينا وأحبابنا والمسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمالنا ومن فوقنا. نعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وتارك الليل والنهار إلا تارك يترك بخير يا رحمن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان يا ديان، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزى الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. خذ المصحف هذا شيء، خذ المصحف، خذ